بالنسبة للمؤتمر الذي دعت إليه جمهورية العراق، من وجهة نظري أنه له شقين. نعم. الشق الأول، وأنا أتوقع أنه قد نجح قبل أن يبدأ، طيب، وهو الشق الدبلوماسي والشق السياسي، وهذا ليس غريبا على العراق، فالعراق دائما سباق، والعراق له مكانته على الوطن العربي، مستوى الوطن العربي والخليجي وأيضا العالم، وهو أيضا خبرناه لعقود طويلة كان حاضرا في جميع المحافل الدولية والعربية، فلذلك النجاح الدبلوماسي والسياسي قد تحقق قبل أن تبدأ هذه القمة، لأنه عملية التحرك ومخاطبة الدول وذهاب الوفود وتحريك العجلة السياسية وتحريك العجلة الدبلوماسية، هذا الحقيقة جهد صحي نتمنى له التوفيق والنجاح. أما الشق الثاني وهو المخرجات التي تتوقع من هذا القمة، من وجهة نظري أنها لن تكون بذلك الحجم الذي ربما تمناه الكاظمي، طيب، لأن هناك الحقيقة ليس كل المجموعة التي جاءت إلى القمة في سلة واحدة، وضعها في سلة واحدة، وهذا الحقيقة ربما لا يؤدي إلى خروج نتائج. فمثلا السعودية والكويت، السعودية والكويت هما داعمتان للعراق، هناك المجلس التنسيق السعودي العراقي، وأيضا الكويت هي داعمة للعراق. تركيا وإيران هما يدعون دعم العراق، لكنهم في الحقيقة هم سبب أو خراب العراق. إيران وتدخلها بجيوشها وبأساطيلها وبميليشياتها وأسلحتها المنفلتة، هذا هو 90% هو خراب العراق، وأنا أتفق مع ما تفضل به الدكتور الديلمي من عمان، وهذا الحقيقة أن العراق هناك إشكالية في السيادة وهناك إشكالية في الاستقلال. أيضا تركيا، تركيا بتدخلها وهجومها وضربها شمال العراق صباح مساء دون أن يكون هناك رد، ماذا ستأتي وتقول في هذا القمة؟ إذن هناك من سيواصل دعمه، وهناك من سيدعي أو يحاول أن يكرس تدخله في العراق. طيب، كونك تقول ربما تكون فرصة أن يجتمع الفرقاء ويحلوا المشكلة، أقول نتمنى ذلك. طيب، يكون هناك دكتور، حوار سعودي إيراني، وحوار سعودي تركي، وحوار سعودي كويتي خليجي، من أجل أن يكون العراق منطلقا للأمن والسلام، وليس جميل. ساحة لتصفية الحسابات مثل ما